تلعب الكرة. هذا التسلل خطير. الله. جول الريان أخيرا ما لم يفعله المهاجمون يتوكل به المدافعون. يأتي في اللقطة الماضية جابرييل ميركادو الأرجنتيني في اللقطة الماضية هدف هذه ولا تسلل لأنها اصطدمت بعبد العزيز حاتم. بعد ذلك جابرييل ميركادو يسجل أول أهداف المباراة لمصلحة الريان. إبراهيم مسعود. إبراهيم يمرر. الهدف الواحد وعشرين في هذا الموسم. لكن شوف شوف الكرة الماضية تمريرة آخر جمال آخر دلال وضعنا في الحضرمي في مواجهة الحارس. هذا واحد من أفضل لاعبي موسمنا الحالي تحت 23 سنة يثبت لماذا هو ذلك. تنقص من حياته هو لا يتقبل فكرة تراجع فريقه بسهولة. هذا هو الرياني لا يتقبل فرصة التراجع لذلك هو يبحث عن التقدم. وبالتالي الله ياسين ابراهيمي ما جزائري. شوف اللي عاد شوف تمريرات عبد الرحمن الحرازي يا جماعه. الحرازي وابراهيم مسعود ونايف الحضرمي خير لاعبين خلف ياسين ابراهيمي. وبالتالي الله يا ياسين ابراهيمي الله يا ياسين ابراهيمي يسجل هدف ثالث من خلال هذه المواجهه يجعل من النتيجه 3-0.